من جديد في فير بلاي، نواصل متابعتنا للألعاب الأولمبية طوكيو 2021. بعد ما كان معنا اليوم في حصتنا إسماعيل معلّة لاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، كما كانت معنا أيضا الملاكمة التونسية مريم الحمراني، حكينا معها على مقابلتها اليوم ضد اللاعبة الجزائرية. على كل نستقبله كذلك بالتليفون المدير التنفيذي للجنة الأولمبية مباشرة من طوكيو، زميلنا شاكر بالحاجة. سي شاكر، أهلا بك. أهلا وسهلا، وكل ما يسمع فينا في تونس عن طريق إذاعة إكسبريس إف إم. شكرا على اللفتة الكريمة للوفد التونسي. شكرا أنت سي شاكر على قبول الدعوة. طمنا الساعة عليكم على نفس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس غادي. ربي فضلك لاباس الحمد لله. هذا حاجة مهمة برشا، أنا صحة الوفد التونسي الحمد لله اللي وصل نهار 13، معناها لاباس الحمد لله. فما وفد ديسيبليني، معناها كل يوم قاعدين نعملوا في التيست ساليفير، والنتائج التحاليل كلها نيجاتيف اليوم لحد اليوم، وهذا معناها من فضل ربي، خاطر عملية الصحة مهمة برشا، مهمة برشا بل الرياضة قبل أي حاجة. تعرف قبل ما نجيو لهنا لطوكيو ما كانش سهل الوفد والامور نتاع التلقيح والتحذيرات والمشاكل الفيزا، وهذا كله كان الحقيقة قلقنا شوية للامور الرياضية ولات في الدوزيام روم. يعني احنا عطينا وليداتنا وبنياتنا يمشيوا لباس ويروحوا لباس، صحتهم تولي كل شيء، والنتائج الرياضية بعد تجم وقتها واحد يحكي عليها اكيد، لكن مهمه حتى النتائج الرياضيه. سي شاكر، حبينا نسالك كيفاش تقيم، انت متابع برشا وعارفوك متابع برشا رياضات الكل في تونس، كيفاش تقيم لحد الان المشاركه نتاعنا سي شاكر؟ والله الحقيقه مشاركه ما كنتش نتوقع انا باش الواحد يوصل يفوز ميداليه ذهبيه، خاصه صعيب ياسر. وتعرف انت في التاريخ مشاركاتنا جونا رياضيين مستوى كبير كما محمد قمودي وسام الملولي حبيب الغريبي، الحقيقة خدموا في ميدالية اثنين، والحقيقة البانديمي غير المعطيات الكل. أنا عادش كي تاخذ النتائج وتقارن مع ليزادفيرسير نتاعنا، ولات معادش مقارنة تاع رياضية بركة، ولينا نقولوا منيح الرياضي هذاك اش عمل في البانديمي هذه، حذر ما حذرش المنافس الاخر. ما تعرف هذوما بلدان تنافسوا معاهم، بلدان متقدمه رياضيا ومتقدمه علميا، وظروف التمارين نتاعهم والتحضيرات نتاعهم تفوقنا، خاصه وقت البانديمي في اوروبا مثلا ولا في امريكا. تجم تقول كانت لي بوسيبيليتي موجوده للتمرن اكثر من اللي صار للكونتينون افريكان. أنا المنطقة نتاعنا تعبت شوية مشاكل الفيزا. ناخذ لك مثال بسيط ويطبق على أيوب الحفناوي. خاطر أيوب الحفناوي كان معناها الستاف نتاعو متقلق ياسر، التحضيرات نتاعو من شهر براتيكمون نجمو نقولو فيفري 2020 حتى لجوان 2021، معناها ما فماش ملتقيات دولية ولا حتى فما تربصات خارجية إلا في شهر جوان وين خذا الفيزا، معناها ترفض له الفيزا مرتين في فيفري ومارس باش يشارك في منطقة دولية وفي خاصة في تربصات بفرنسا. في شهر جوان نتفكر وقت خذا الفيزا نتاعو هو والوفد المصاحب ليه المدرب سامي عاشور والمدرب جبران التويري، دونك باش مشاو يشاركوا في منطقة كانية دولية ومنطقة موناكو، وعملوا تربص معناها في فرنسا وعملوا بطولة فرنسا في آخر في شهر جوان. هذا الكل صار في شهر جوان، هذا الكل يتطبق على معناها الكل الرياضيين والرياضات الأخرى. معناها فما رياضات ما نجمش تعمل تربصاتها كيف يلزم، التربصات زادت كذلك كما تقول أنت بتاع الأكليماتاسيون اللي تقع في آخر وقت قبل أسبوعين ثلاثة، معناها للتأقلم على
نمط العيش في اليابان وعلى فارق الوقت مع اليابان. إذا كانوا كان فيه إمكانية الناس كلها تعمل الطرب بفتاحة فريق السباحة كيف كيف أي حفناوي مساعي كبيرة صارت مع السفارة وما كانتش فما فرصة باش عمل تربص باليابان. عمل تربص في تركيا. ريت دليتي في كل دياد الكل أيوة حسبهم صاروا مع براتيك ما رياضات الكل وقعد مقلقنا على خاطر كل صراحة ما قمنا تبدأ الألعاب دينا نقولوا هالألعاب هذه معناها البلدان الإفريقية خاصة اللي ناقصة إمكانيات واللي عندها مشاكل بتاع هالفيزايات باش تمشي تشارك في الملتقى الدولية ولا تعمل تربصات دولية وليت معناها مانيش سور لو ميم في ديجاليتي معناها ناس قاعدة تحضر ناخذ لك في السباحة وتعاود أنا كم موجود في لجنة الإعلام الاتحاد الدولي للسباحة معناها نعرف منتخب الإيطالي ما وقفش تمارين نتاعو رغم إيطاليا سمعنا عليها تتفكر وعشنا باش عشنا معناها اللي صار في إيطاليا في شهر مارس 2020 والكوارث اللي صارت معناها في إيطاليا بالنسبة للبانديمي هذه تاع الكوفيد 19 والمنتخب الإيطالي بتاع السباحة واصل التمارين بتاعه بصفة عادية والدولة معناها الإيطالية معناها موفرت له كل الإمكانيات باش نجم عمل تحضيراته كيما يلزم. كنا نسمع الحاجات من نوع هذايا واحنا ما نجموش حتى نمشيو نعملوا تربصات في الخارج ولا في تونس كذلك بعض الاحيان وقفت التحضيرات وتسكرت الملاعب الرياضيه فهمت حسيت معناها الحقيقه هذه كله ولا كيما ولات اينيكواسيون ا بليزور انكوني فهمت مازالش الالعاب صعيبه بطبيعتها وزادت المشكلة البانديمية والتحضيرات هذيك بيان سور البلدان المتقدمة عندها إمكانيات باش تنجم تحضر وتنجم تتحدى البانديمية أكثر من اللي احنا عملناه. ما دام حكيت على السباحة سي شاكر وحكيت على أيوب الحفناوي فما شوية كلام صار على غياب المدرب نتاعو على تقريبا التكريم في السفارة شنو صار في الموضوع هذا؟ والله شو صارت نتيجة كبيرة كيف هكا ما يجيش يكون المدرب معناها مدير المنتخبات سامي عاشور اللي خبرة كبيرة عنده واللي كان حتى موجود في الستاف نتاع أسامة الملولي تفكر في بطولة العالم دبي 2010 ولا 2011 ولا 2012 لعب أولمبيا 2012 ومع المدرب الشاب جبران التويلي فما عندهم أكثر من 3 سنين ما بعضهم لعب أولمبيا للشباب اللي صارت في 2018 في بونسيرس كانوا موجودين زوز وكانوا موجودين بقي في الملتقيات الكل وما جمش تكون كان فما إشكال ما جمش تكون فما نتيجة معناها يقول قائل كان ما فماش سيرينيتي ما بيناتهم وفما تفاهم ما بيناتهم راهو الشاب كما أيوب عمره وقتها 16 و17 و18 سنة ما يجبش يكون مرتاح في التحضيرات دونك ما فهم حتى شيء الحقيقة أنا عايشين هنا في الفيلاج وعايشين معاهم في المسابقات بتاعهم تعرف أي جبران مدرب شاب مدرب طموح عمل نتائج كبيرة مع ويلي شابوتي ويلي انكادري بار مدرب اللي عنده حنكة وعنده أكثر خبرة وهذا هو معناها بيان سور وقت اللي تصير فما ريبارتيسيون دو رول معناها يصيروا الامور هذه وقت الكونفرنس دو بريس ولا وقت لي ريسبسيون الامور متفاهمين مع بعضهم الحقيقه ما لاحظتش حاجه جلبت انتباهي مشيت انا تفرجت نهار الاول ونهار الثاني 400 متر حره 800 متر حره ما لاحظت حتى شيء معناها لي جلب الانتباه والحقيقه بصفه عامه الوفد التونسي فما برشا بوكو ديسيبلين لا بروف اللي معناها انا سمعنا لهنا في الفيلاج موجود عدد بلدان كبيره معناها رغم عندها كميات وعندها اكثر نقولوا تقاليد وعندها اكثر انكادرمون ميديكال وصارت لها اشكاليات معناها في نيفو تاع البانديمي واحنا تبارك الله اون توج دي بوا ان شاء الله يا ربي باقي نقولها قبل ما نخرجوا من تونس قلت
نقول اول ميداليه هي نعملوا لي فاكسان تاعنا، واليوم الوفد تاعنا 90% محسوب الكل فاكسيني. معناها فما كلكو كا ماهمش فاكسيني، هما دي جون كيما لي كيسكس باسكو سون دي مينور، ولا ناس اللي تدفع عليها معناها ديجا عملت ال تي بوزيتيف معناها اونيفو دو لا بانديمي، دونك مش مش يعمل توا بور لو مومون الفاكسان. عندنا زادة كيف كيف معناها التنقلات هذيا والمطارات تجم تكون ريسك. الحمد لله حتى اليوم الوفد معناها منتظم وديسيبليني، وكل يوم يعمل في لي تيست ساليفير نتاعو، الحمد لله معناها لاباس. هذه زادة بالنسبة لي أنا تسمى إنجاز آخر، إن شاء الله نكملوا كيف أنا هكاكا، خاطر مهم لا ديسيبلين مهمة دي جروب. تصور الله يقدر إسلام معناها أي واحد من الوفد طاح بوزيتيف. ايماجيني ان بو الوفد فانا 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 وضعيه يكون موجود واهله وماليه، معناها كل شيء يتفرعص. معناها تصور نزلنا نخموا على الرياضه وعلى المسابقات، وصرتوا ما عادش يخرج من يدينا بعد، يقعد كان المسؤول كان الوفد الطبي عليه، وفي خارج القريه وفي مستشفى بعيد معناها القدر. معناها هذا البيل الفايده الناس الكل توا كلها منتظمه ورد بالها الناحيه هذه، وان شاء الله يا رب. أنا الرأى اللي طوى النتيجة اللي وصلتها تونس الحمد لله نتيجة كانتش باش نتوقعوها، خاصة من الرياضيين اللي فازوا، رياضيين شباب معاملين عليهم خاصة في عام 2024، والحمد لله معناها عندنا دي لوكوموتيف مهمين في الرياضة التونسية اللي اليوم هما ساعدوا الشباب. نجاح الملولي في 2008 هو اللي أعان برشا حبيبة الغريبي في 2012، تبعت وعملت تيتر اولمبيك 2000 واللي عملته في حبيب الغريبي في 2012 والملولي كذلك في 2016، ايناس البوبكري ومروه العامري وسام الوسلاتي معناها كانوا في المستوى وتبعوا لي لوكوموتيفات، وتوا عندها دي جون طالعين تبعوا القدوه بتاعهم اللي عملوا نتائج في 2012 و2016. وهذا البي الفايده، بالفايده اللي باقي عندنا دي لوكوموتيف. بيان سور الرياضه راهو المستوى العالي مش سهله، الوفد الكل ما حضرش كيما يلزم يحضر، خمسه سنين صبر برشا، تعرف تبدا تحضر لمده 4 سنين ومن بعد تجي بانديمي توخر بعام، كل واحد وعنده برنامجه. فما عندنا في الوفد اللي ناوي باش يتزوج، ناوي باش يجيب صغير، وخر برامجه الكل، وهذا ياثر برشا عليه. معناها وإحنا الحمد لله اليوم عندنا في الوفد ناس براتيكمون انتير نتاعو ناس عندها اكسبيريونس وناس عامله ميداليات عالميه اولمبيه، وعندنا ديتير الاخر سي دي جون قاعدين يتعلموا قاعدين معناها ياخذوا في الاكسبيريونس. وبصراحه معناها ما نجموش نكونوا كان فرحانين بالحصيله اللي عملتها تونس لحد اليوم، في انتظار ان شاء الله سي شاكر. شكون نعم عملوا في المقابلات القادمه في المنافسات القادمه؟ شكون معاملين؟ الحقيقه مروه العامري خبرتها البروفيسيوناليزم نتاعها، السيريو نتاعها ملي هزت الميداليه في 2016 برونزيه ومن بعد 2017 تلعب غدوه مروه مازال سي شاكر. تلعب نهار 3 اوت، نهار 4، والمصارعه تغير البرنامج في الالعاب الاولمبيه ولاو يلعبوا على يومين، نهار 3 ونهار 4 فقط. نستناو مروه ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا رب نرى فيها معناها متحمسه، وخاصه كونسونتري برشا على المسابقه نتاعها. صحيح مروه فما حاجه مهمه سلام نحب نعرج عليها، اللي ممكن الاعلام التونسي ولا المواطن التونسي العادي اللي يتبع ما عندوش فكره على الاصابات تاع الرياضيين نتاعنا في المستوى العالي. تعرف هي الاصابات تساوي مستوى عالي، كان انت ماكش مصاب معناها ما تعملش المستوى العالي، هي كلها سوفرانس. وش معناها مستوى عالي؟ معناها اون ديباس لي ليميت معناها نتاع لي فور، دونك بار كونسيكون لي بليسور واردين، دونك لي بليسور واردين. دونك عندنا برشا رياضيين معناها جاو بليسي وقاعدين يعملوا في كل واحده في ليديوكاسيون تاعهم، وما خلطوش باش يداويو كيما صار بالنسبه لايناس البوبكري، كيما صار البسباس
يهلشيخ روحه يهلشيخ روحه ضربتي بطولة العالم اللي صارت في بيدابيس في شهر جوان والضربة بتاعها هذيك خليتها قعدت اسبوعين براتيك ما تبرمش وبرا بعد اسبوعين هذوك يلزمها شوي بشوي تطلع في الريتم في الاسبوع الثالث مش في الاسبوع الرابع معناها ترجع تخدم انتنسيفمون هذا يطيح من البرنامج نتاع التحذيرات نتاع المدرب انيس لونيشي حد ما يحكي على الاصابات اما مهم ياسر مش واحد يحكي عليها على خاطر راهو الفي بارتي دي جو الفي بارتي ان بو دو لا بريباراسيون وراهو اليوم بالسهل مش رياضيين تاع مستوى عالي يخلطوا مش في 100% تاع امكانياتهم مروة كذلك صارت لها اصابه في شهر ديسمبر وقت التقى بولونيا وفي ركبتها وقعدت مده ما تشاركش في المسابقات وفي التحذيرات ورجعت كان في افريل وقعد بشوي بشوي ترجع في الوقت هذاك اللي ضيعته نتاع التحذيرات هذا الكل معناها مهم ياسر وشوف شو واحد يجي يقيم بعد الرياضيين نتاعنا في المشاركه نتاعهم في اخر معناها المسابقات لازم تكون عندنا معطيات فنيه معطيات رياضيه معطيات كذلك طبيه باش تكون نقولوا احنا البيلون يكون معمول بصفه معناها علميه ويجي يمس طول معناها لي بارامتر بتاع التحذيرات بتاع الرياضي مستوى العالي. يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها السيد شاكر بالحاج، مشكور جدا على تدخلك معنا. ربي فضلك، شكرا جزيلا. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا على باشا في الاخراج، شكرا ايضا من الساسي في الاخراج كيف كيف ادم وناصر في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدبر.